وفي جانب مهم آخر، احتفل معهد التدريب النفطي في بيجي بتخرج دورة جديدة من طلبته حملت اسم دفعة الإبداع والتميز، فيما أكد الأستاذ عبدالله الجميلي مدير المعهد أن المتخرجين الجدد سيرفدون الشركات النفطية بالملكات التي تحتاجها والتي ستكون داعما للصناعة النفطية الوطنية. وباسم الإدارة العليا في معهد التدريب النفطي بيجي والمتمثلة بالسيد مدير المعهد الخبير عبد الله محمد علي وزملائي الموظفين جميعاً، نرحب بكم أجمل ترحيب ونهنئكم بتخرج أبنائكم من دفعة الإبداع والتميز للعام الدراسي 2023-2024 ليكونوا عوناً لزملائهم في رفض الصناعة النفطية في عراقنا الحبيب. إن صناعة النفط بحاجة ماسة إلى عقول مبتكرة وروح لا تعرف الحدود، وأنتم اليوم مؤهلون لتلبية هذه الحاجة والمساهمة في دفع عجلة التقدم. أبارك لكم من القلب هذا النجاح المستحق، وأتمنى لكم مستقبلاً مليئاً بالإنجازات المتميزة والإبداعات الرائعة. لا تنسوا أن تظلوا دائماً أوفياء لهذا الشعار وأن تكونوا مثالاً يحتذى به. بسم الله الرحمن الرحيم. البركة إن شاء الله. شكراً للسيد مدير المعهد. ناظم الحضور إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اليوم احنا في احتفالية لتخرج دفعة من دفعات معهد التدريب النفطي بيجي من طلبتنا الأعزاء دفعة الإبداع والتميز. حقيقة الدفعة أخذت هذا الاسم من إبداع طلبتنا وتميزهم في كل المستويات. طلبتنا هم خريجين معاهد النفط من حملة شهادة الدبلوم اللي هم العامل الأساسي في تشغيل الوحدات وأعمال الصيانة والجانب الكادر الوسطي في الشركات النفطية ودوائر النفط. حقيقة استغل هذه الفرصة حتى نوجه شكرنا وتقديرنا لدائرة التدريب والتطوير وقيادة القطاع النفطي والسيد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج رئيس مجلس أمناء المعاهد لدعمهم الكبير واللامحدود لمعاهد النفط واهتمامهم الكبير في تطوير ملاكاتنا الوسطية. تطوير الملاكات هو جزء أساسي في تطوير المنشآت النفطية. حقيقة اليوم نشعر فخر واعتزاز بهذه المناسبة، ونتمنى لطلبتنا استمرار بالعطاء والتميز في مواقعهم النفطية. جهود المعهد متمثلة بمديرها وبالكادر التدريسي مالها أفرحتنا حقيقة وأسعدتنا. الجهود حقيقة واضحة جداً من خلال رفض الكوادر لتعزيز القطاع النفطي بالكوادر الجيدة، ونتمنى التوفيق لجميع الخريجين وهنيئا لهم ولعوائلهم جميعا. طبعا اليوم نفرح من نشوف هكذا مؤسسة تدريبية وتعليمية متمثلة بإدارة معهد التدريب النفطي بيجي وكوادره المحترمة وكذلك الأساتذة الكرام يقدمون هكذا دعم ومشاركة للطلاب بحفلات التخرج، ونسأل الله الموفقين للجميع، ونسأل الله أن يوفقنا في خدمة القطاع النفطي وأن نكون خير سلف في خدمة هذا البلد إن شاء الله.